هذا المنايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الإخوة الأفاضل. هذه انطلاقة شوطنا التاسع ضمن انطلاقات أشواط الإنتاج والمنتجين في هذه الفترة الصباحية، بينما هو شوطنا التاسع عشر أو في مجموع أشواطنا في هذه الفترة الصباحية هو الواحد والعشرون، ولكن هذا هو الشوط التاسع في مجموع أشواط الإنتاج والمنتجين. نبدأ مع المركز الأول ومع عرين. من تحتل المركز الأول عرين تعود ملكيتها لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل المري، بينما ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني. ومن تتواجد هذه من تتقدم في هذه اللحظات لمحة لمحمد بن بطي الزعبي، من تتواجد لمحة وتحتل المركز الثاني، بينما هنا على المركز الثالث وتتقدم على المركز الثالث هذه طرب لسالم بن عبد الله بن سعيد البخيت المري المركز الرابع. ومن تحتل المركز الرابع الوصول والتقدم هنا من ريمة عبد المحسن بن سالم الجربوعي المري، والمركز الخامس الوصول والتقدم من المركز الخامس من نوايد لخالد بن جار الله بن سالم أبو شريدة المري. هذه نتيجتنا، هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعين الكرام. نعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط والمركز الأول والمقدمة هنا مع عرين. عرين عرين لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل المري مع المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط ومع الصدارة. يا السلام يا السلام يا عرين، عرين عرين مع المقدمة ومع صدارة هذا الشوط، ولكن هنا على المركز الثاني من تتقدم؟ هذه أول نداء لطرب، من تتقدم في هذه اللحظات؟ ولكن ثاني نداء، نعم طرب طرب طرب، ولكن يصل الزعبي، يصل 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 مع لمحة 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 بصر لمحة بصر. يا سلام الله الله الله، هذه لمحة لمحمد بن بطي الزعبي، من تتواجد على المركز الثاني ولكن المركز الأول؟ هذه عرين 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 مع المركز الأول ولمحة، عرين ولمحة، لمحة وعرين، اللحظات الأخيرة للإنتاج والمنتجين. الله الله، هل السلامات ستذهب هناك إلى المعراض وإلى سلية المعراض هناك حيث ما يسكن محمد بن بطي الزعبي، أو سيكون كلام آخر لمالك عرين؟ الله عرين عرين، ولكن لمحة 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 لمحة. سلام بن بطي، سلام، سلامنا وتحياتنا لمحمد بن بطي الزعبي على فوز لمحة وتحقيقها بالمركز الأول في شوط الإنتاج. المركز الثاني وصلت عرين لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث مشهورة لبطحان بن حمد بن علي بن حديد المري. أما المركز الرابع وصلت على المركز الرابع نوايد لخالد بن جر الله بن سالم آل أبو شريدة، خالد بن جر الله بن سالم أبو شريدة المري. أما المركز الخامس وصلت على المركز الخامس عسيلة لعلي بن خديم بن عايض العذبة المري. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، تهانينا وناموس الجميع، شاهدنا عرين وشاهدنا لمحة، ولكن لمحة هي من أهدت مالكها وأهدت سلاماتها الصباحية هناك إلى المعراض وإلى سلية المعراض حيث ما يسكن محمد بن بطي الزعبي، دقيقتين 55 ثانية 12 جزءا من الثانية. تهانينا وناموس له على هذا الفوز المستحق المركز الثاني، دقيقتين 55 ثانية 26 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت عرين، تهانينا لعلي بن حمد بن عبد الله بن شعيل المري. أما المركز الثالث دقيقتين 55 ثانية أو دقيقتين 56 ثانية 36 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مشهورة بطحان بن حمد بن علي بن حديد المري.